وبسر الفاتحة والسبع المثاني والقرآن العظيم اجعلنا وكل من يحضر معنا ومن يسمعنا في الذين أنعمت عليه، وبحقك عليك لا تجعل فينا ولا في أولادنا ولا في أخواننا ولا في أصحابنا ولا في أهل بيوتنا ولا في جيراننا أحدا مع المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، اجعلنا جميعا في دائرة الذين أنعمت عليهم يا الله يا الله. لا تتأخر عن عطاء كبير أنت معرض له بقطيعة رحم، لا تتأخر، لا تتأخر، أخر نفسك عن هذا العطاء بعقوق والدين، لا تتأخر، لا تعق أب ولا أم، لا تتأخر عن هذا العطاء بإيذاء مسلم، لا تتأخر عن هذا العطاء بإصرار على معصية. إن كنت تعرف قدر البضائع التي ثمنها في القيامة غالي وقدرها عند الله عالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، اجعلنا اللهم من أهل الجنة، وأسمعنا نداءك لأهل الجنة، أحل عليكم رضواني، أسمعنا ذلك يا رب، شرفنا بذاك السماع، أنعم علينا بذاك السماع في أعلى مراتب السماع. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعزتك وجلالك إنه الملك الكبير، إنه العز العظيم، إنه الشرف الأفخم الأضخم، لا تحرمنا إياه يا رب، ولا تحل بيننا وبينه يا رب. يا الله يا الله، ثقل ذنوب الحاضرين والسامعين، زحزحه وأبعده عنه، ارفعه وأحمله عنا وعنهم يا رب يا رب يا رب.